اتفضلي حضرتك. ايه ده؟ ممكن حضرتك تقريب نفسك؟ ده طلب رسمي موثق بإعادة تشكيل الهيكل الإداري للأوتيل وملحقاته حسب نسبة ملكية الملاك. منطقي، كان لازم أتوقع حاجة زي كده، بس أنا مش هنفذ أي حاجة من الكلام ده هوت إلا في وجود مراد. أنت عارف هو المدير الفعلي اللي عنده الخبرة والامتيازات في الأوتيل ده، ولا ده كمان نسيته؟ ماما أنا وعدتك إن أنا مش هتدخل في الموضوع ده، وأنا فعلا عندي وعدي. ميرسي على كرم أخلاقك، بس الأهم عندي إن أول ما مراد يرجع هنبقى مضطرين نرضخ بطلبهم في تقسيم الإدارة، وأنا عايزاكي تقولي إنك عايزة مراد هو اللي يدير نصيبك في الميراث. وأنا مش عايزة أعمل كده. أنا ما بناقش كيش، أنا بأمرك. أنا مش عايزة مراد يكون له كيان في حياتي أكتر من إن هو يبقى ابن عمي. وبالنسبة لنصيبي في الأوتيل، ديري أنتي. يعني مش فاهمة. ماما أنا طلبت الطلاق من مراد قبل ما يسافر مصر. ده أنا فاكرة إن هو سافر عشان بس تبعدوا عن بعض شوية، توحشوا وعدته، وبعد كده يرجع يلاقيكي قاعدة مستنية في أوضتك زي الستات العاقلة. ده اللي أنت عايزة تفتكري. الستات العاقلة اللي أنت بتتكلمي عليهم عمرهم ما يقبلوا إن هم يعيشوا مع راجل هم رافضينه. أنا غلطانة إن أنا كنت جزء من الخطة بتاعتك دي من الأول، ومش هتمادى في الغلط ده، عشان أنا عندي يقين إن مراد عمره ما كان ولا عمره ما هيكون الراجل اللي أنا عايزة أقضي معاه بقية عمري. انت فاهمة ان مراد ممكن يوافق على طلبك ده؟ انا اللي انا فاهماه ان انا مش هرجع في قراري. دي حياتي وانا حرة، وانا مش هبقى جزء من تقسيمة الجراند اوتيل يا ماما. وبالنسبة لنصيبي في الادارة، دري انت، عشان عمري ما هيبقى في حد امن عليا منك. اديره بطريقتي وباسلوبي، ولا بتوجيهاتك انت؟ لا، بأسلوبك، عشان أنا بنتك وأمال كمان بنتك، وعمر ما حد هيحبنا ويخاف علينا زيك. نازلين بتتزاكي عليا؟ والله ما بتزاكي عليكي، الكلام اللي أنا بقوله ده طبيعي. أنا بنتك وهفضل بنتك، وانتي هتفضلي أمنا، وهنفضل نحتاج لك. انتي بس ناسية الباب ده خلاص اتقفل. لا، ما اتقفلش وعمره ما هيتقفل. مش معنى ان احنا في ازمه دلوقتي، حتى لو انت شايفه ان انا السبب فيها، ان احنا ننسى الازمه اللي اكبر منها. ازمه ايه؟ صوت العقل. امال يا ماما. الله يا فخر، رجعتيني ذكريات جميله قوي. زمان واحنا شباب انا والباشا كنا بنقعد ساعات طويله قوي نلعب كونكان. كنتوا بتقعدوا ساعات طويلة تلعبوا كونكان؟ ساعات طويلة قوي، وكنا بنتبسط. لا، أنا وزهيري باشا الله يرحمه كنا بنلعب ألعاب تانية خالص. يا ساتر يا رب، أنا كنت نسيت إن هما لسه في الأوتيل. أجيب لك حاجة حلوة؟ لا. طب قولي لي هجيب لك أي حاجة. مش عايزة حاجة. خدي لك ليموناد تهدي لك أعصابك. لا، أنا مش عايزة حاجة. مش هتطلبيها على مزاجك. وكفاية تدخلي في حياتي أكتر من كده. أنا رضيت أنزل معاكوا عشان مش مستحملة ضغط وإلحاح من حد. لو فضلتوا تتعاملوا معايا بالطريقة دي هدخل أوضتي ومحدش هيشوفني تاني. ولو سمحتي يا ريت تشوفي اوضه تانيه تقعدي فيها او تروحي اوضتك، عشان انا مش مستحمله حد اكتر من كده. ايه ده؟ كيف
صامم. عايزة كاسات، واحد كاسات. حاضر. أجيبهولك تلعبي معي؟ إيه ده، في إيه؟ أنت عايزة إيه من الواد؟ أنت عايزة تأذيه ولا إيه؟ تأذيه إيه؟ لا لا، هي مش قصدها حاجة، هي هو بس وحشها. أنت بتعملي كده ليه يا ورد؟ لو وحشها ولا توحشه، مش عايزاها تشوف خياله من أساسه. ده ابني وأنا حر. يا ورد أنت كده مكبرة الموضوع، وإحنا بجد مش ناقصين. أمال بلاش فضايح، الناس بتتفرج علينا. أنا عمري ما هأذيه، ده ابني. كان يا حبيبتي ابنك، واللي كان هيبقى ابنك كان اسمه سليم وكلنا عارفين، إنما ده أدهم ابني أنا وأمي. طب خليني أبوسه وهمشي على طول. لا لا، أنت اتجننتي إزاي تعلي صوتك على هوانا؟ ما كلنا هوانا، متهيألي ما بقاش في حد أحسن من حد. أخرسي شغلي من قدام، امشي. حسبي. تعالى حبيب ماما. أنا ما كنتش هعمل له حاجة، أنا مسكينة. عارف. أنا هأذيني. أنا كنت عايزة أبوسه. عايزة أسلم يا بنت مسكينة. عايزة أسلم. ما كنتش هأذيه. أنا هأذيني. أسلمي يا بنت. اهدي بقى. عايزة أسلم يا بنت مسكينة. أنتِ أسلم. عايزة أسلم يا بنت مسكينة. مش هعمل له حاجة والله. أحضنه بس. عايزة أسلم يا بنت. أمين لسه مرجعش من البلد. عارف، بس أنا جايلك أنت يا ورد. هو أنا ما قلتلكش، بس أنا مبقتش أخاف. زي ما تقول كده خلصت كل الخوف اللي مصروف لي. طب أنت عارفة أن أنا ما بحبكيش ولا برتاح لك، وأنا كمان عارف أن أنت مش بلعاني، علشان أنا هفضل طول عمري الشوكة اللي بتقف في زورك، وعمري ما هسيبك تلفي حوالين رقبة أمين الحبل اللي هيشنق بنفسه. بس أنا عايز أكلمك عن حبل تاني خالص، حبل طمعك وجشعك اللي أنا شايفك دلوقتي بتلفي حوالين رقبتك لحد ما هتشنقي نفسك. فؤاد، أنا مش عايزك تقلق عليا خالص. أنا قلقان على صاحبي، صاحبي اللي بقى بيحبك لدرجة الجنون، واللي لو أذيتي نفسك هو هيتكسر، وأنا محبش أشوفه مكسور أبدا. أنا عارف صنفك كويس، لدرجة إن أنا ممكن أبقى عارف الخطوة اللي جاية اللي هتعمليها من قبل حتى ما تفكري فيها، كأني بتفرج على فيلم سيما. وشفت قبلك ايه اللي حصل لواحده طمعت، افتكرت ان ليها حق في حاجه مش بتاعتها، وسواد قلبها خلاها تصدق الكذبه دي. اتعظي من اللي حصل لضحى يا ورد، عشان ما تشنقيش نفسك زي ما هي شنقت نفسها. يلا يا أمال عشان الفطار جاهز. الواد أدم جاي يصبح لعمته يطمن عليها.
الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أنا طبعاً كنت طلبت من الخدامة وابنها إن هما يأجلوا تشكيل الهيكل الإداري للأوتيل لحد ما أنت ترجع. وبما إن هما ناس ولاد أصول وطيبين وافقوا. أديك رجعت. عايزين نشوف هنتصرف إزاي في الموضوع ده. أنا طبعاً يهمني جداً إنك أنت اللي تبقى المدير المنتخب. علشان كده أنا هدي لك حصتي وحصة نازلي الدرع. هيبقى فاضل قدامنا حصة إحسان والخدامة وابنها. طب ما كده هم هيبقى أغلبية اسم تاني. لو إحسان معاهم. إنما لو إحسان معانا هنبقى النص بالنص. وبعدين ده أمر وارد. مش معقولة أبداً بعد كل اللي حصل إحسان ما يبقاش واقف جنب أمال، خصوصاً في أزمتها. يعني مش معقولة بعد كل الحب اللي بيحبه لها ده يسيبها ما يوقفش معاها، وإلا مطلقهاش ليه؟ من قال لحضرتك إن لو إحسان غفر لأمال هيغفر لنا إحنا كمان؟ أكيد لأ. عموماً إحسان مش المشكلة الوحيدة. نازلي يا مراد مش عايزاك أنت اللي تدير حصتها. طبعاً أكيد عايزة أخوها عشان تعوضه سنين الحرمان. لا خالص، هي عايزاني أنا اللي أدير، بس أنت لا. يبقى كده هاني حكيت لك على اللي طلبته مني قبل ما أسافر. مش موضوعي خالص. اسمع يا مراد، انك انت تبقى مدير عامل جراند اوتيل بالنسبه لك اخر فرصه تلحق اخر عربيه في القطر. فاهم يعني ايه؟ تعمل ايه ما تعملش ايه مش مشكلتي، المهم انك انت تصلح امورك، والا انا هبقى مضطره اشوف مصلحتي حتى لو تحالفت مع الشيطان. فاهم؟ بعد كده بقى معرفش انت ممكن تتصرف ازاي. تحت امرك يعني. انا مش فاهم حاجه، والله ما فاهم حاجه. ليه بس يا حبيبي؟ انا مفهمك الكلام ده بدل المره الف هنا وعند المحامي. ايه الصعب بس؟ معلش يا علي، بالراحه برضو على امين. انا متاكده انه عارف وفاهم وحافظ كل حاجه، مش كده برضو؟ وانا سواعي ببقى حاسس ومتاكد ان انا فاهم كل حاجه، بعد كده الاقي نفسي نسيت اللي انا فهمته. ارصده وحسابات وانصبه اتنين. طب ده انا كنت بغلب الرئيس صديق في ترابيزه حسابها اتنين ليمون وواحد شاي، هحفظ حسابات الابعاديه دي ازاي انا؟ بص يا امين، انت مش فاهم، انت خايف وخوفك ده موترك، مش هينفع تفهم الا اذا طردت الخوف ده كله من جواك. وهو يخاف ليه بس يا ريس صديق؟ ايه السبب؟ ما احنا كلنا حواليه. فاكر يا امين لما كنت صغير واخر النهار بعد الشغل تخش الاوضه تقف قدام المرايه كده وتقعد تقلد باباك في كل اللي قاله طول النهار في الشغل؟ كنت بتبقى حافظ كل اللي قاله وبتكرره تاني بالظبط. ان ما كنتش تقف على فلوسك محدش هيديها لك لغايه عندك، محدش هياكلك في المعلقه ببقك زي امك. ما تقول له حاجه يا ريس صديق، هو بيسمع كلامك. لا لا لا، هو لو ركز شويه هو هيفهم، وهو قدها وقدود. بص يا مين، انت دلوقتي بقيت صاحب ابعاديه زي ما انت بتقول، يعني ما ركزتش كل حاجه هتتعمل تحت ايدك. صح يا صديقي؟
هو احنا هننتظر كتير يا متر؟ حالاً يا اسمه تاني. توقف هنا ليه؟ عشان عاوز اوقف هنا. طيب نبدأ اجتماعنا اللي حضراتكم مشكورين وافقتم ان انا اديره، وبناء عليه وعلى خط سيره هنتفق جميعا على هيكل الاداري الجديد للجراند اوتيل. اتفضل يا مدير. الشكل النهائي اللي المفروض حضراتكم كلكم وافقتم عليه والاستقرار على الشكل النهائي للاداره هيكون على حسب نسبه ملكيه كل شريك في حضراتكم، والمفروض مفيش حد بره الاوضه دي يكون ليه اي نسبه ملكيه فيه. هو الحقيقه الوحيد اللي ملوش نسبه ملكيه هنا هو مراد حفظي بيه. هو موجود هنا بصفته شريكي في الاداره حسب الهيكل الوظيفي القديم. مش كده وبس. انا وبنتي نازلي وكلنا مراد حفظي لاداره حصتنا في الاوتيل، يعني يعتبر وكيل اعمالنا. وبعدين يا متر، مش احنا متجمعين هنا علشان نختار مدير الاوتيل؟ كل واحد على حسب حصته ولا ايه؟ يعني؟ مظبوط يا اسمه تاني. خلاص يبقى نبدا. انا بوكل مراد حفظي، وده طبعا لخبرته الطويله طول السنين اللي فاتت. يبقى اسمه تاني مرشحه مراد حفظي بيه للاداره، وانا بقترح نطلب ترشيحات حسب نصيب كل واحد من حضراتكم. ممكن؟ ممكن. اتفضل يا امين بيه. اتفضل ايه؟ اتفضل قول لاسم مرشحك لمنصب مدير عام الاوتيل. بالنيابه عن نفسي وبالاثاره عن ام السيده سكينه حلمي فوال، انا برشح المدير اللي هيكون عايم. المدير العام واحد من اكفأ الموظفين في الاوتيل، علي صلاح عبد الجواد. مظبوط، وانا كمان برشح علي صلاح عبد الجواد. مين علي صلاح عبد الجواد؟ انا علي. شو اسمك فؤاد؟ لا، بس ما كانش ينفع اول ما اجي اقول لك ان انا اسمي علي صلاح عبد الجواد، اخو ضحى صلاح عبد الجواد. يبقى كده في ترشيح من اسمه هانم لمراد بيه حفظي، وترشيحين للسيد علي صلاح عبد الجواد من امين بيه وسكينه هانم. حسين بيه، اتفضل. وانا الحقيقه احب اشير اني بطالب بحقي في الاداره حسب الهيكل الوظيفي القديم، واني بطلب اني اشارك في الاداره الجديده بحكم خبرتي وحصتي ودوري في الجراند اوتيل ان هو لسه واقف على رجله لغايه دلوقتي. طبعا طبعا يا احسان، اكيد انا ونازلي نوافق انك انت تفضل في منصبك. شكرا جدا. انا كمان برشح علي صلاح عبد الجواد. ما كانش في حل تاني غير كده، والا كنا هنبقى بنرمي بامين وامه في التهلكه لو كنا مسكناه المدير وهو لايس اللوصه اللي انت شايفها دي. ولو كنا قلنا لك من غير ما نفاجئك حسب الخطه اللي انا وضعها بنفسي، كنت هتاخدها على صدرك قوي، تاخدها بحساسيه زياده عن اللزوم، وفي الاخر كنت هترفض. هترفض؟ ايوه يا ريس، بس مين قال ان انا قد المسؤوليه دي؟ هو علي كده كده كان هيبقى يا اما انا يا اما انت، وانت اكيد الاحسن دلوقتي. وزي ما بتقعد تفهمني كل حاجه وبطلع عينك عشان افهمها، ابقى اتعلم انت بقى شؤون الاداره والهلمه دي كلها، وافهمها لي بعد كده واحده واحده بالمعلقه. طيب، بس ما اعرفش حكايه صح دي، انا مش مطمن كده. الحرب هتشعلل، انت متخيل مراد منظره عامل ازاي دلوقتي؟ كنت تشوف علي هو واقف في وش مراد وبيقول في عينيه انا علي اخو ضحى، عامل زي زنات الخليفه بتاع الراديو كده. بس فعلا يا ريس، النهارده كنت حاسس ان انا باخد طاري اللي بجري وراه بقالي 100 سنه، او حمل كان غرزني في الارض لميته على كتفي، ولا نظره الرعب اللي شفتها في عينيه الدنيا كلها. مساء الخير. اهلا يا حسن. خليكم. عامل ايه؟
شفت العيال متوش ازاي؟ لا متوش خالص. معلش المكان يعني مش على قد ما هي. لا 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 ده مكان جميل جدا. علي تحب نقعد ولا نقوم نتكلم ونرجع تاني؟ لا اتفضل حضرتك. عن اذنكم. اتفضل. اتفضل. تحب نقعد هنا؟ اتفضل حضرتك. بص يا علي، أنا لما قابلتك في القطر بعد وفاة والدي الله يرحمه، الله يرحمه، بعد ما وصلت قعدت أفكر وأنا إزاي سمحت لك بمساحة خصوصية عندي كده من غير أي اعتبارات، وحللتها وقتها إنه يا إما أنا كنت متأزم نفسيا بزيادة وكنت محتاج أشتكي وأفضفض لأي حد وخلاص، يا إما حسيت إنك من نوع الناس المريح اللي ممكن تحس انك عارفه من زمان مع انك ما تعرفهمش خالص. بس لما سبت سكينة وامين قعدوا معايا وحكوا لي حكايتك وشفت الثقة والامان اللي هم حاطينهم فيك عرفت ان ظني فيك كان في محله. فكرت في كل كلمة قالوها لي وحسبتها من زاوية منفعتي الشخصية ولقيت ان طالما مفيش محال غير اننا نبقى فريقين او خصمين فمكاني الأنسب في فرقتكم انتوا يا علي. أنا عايزك تطمن على الآخر. أنا معاك في الإدارة بكل جوارحي يا صديقي العزيز. اللي اتعلمته هعلمهولك. واللي مش فاهمه هفهمهولك واللي محتاج تعرفه هعرفهولك. وأكتر حاجة يهمني إنك تعرفها علي إني ما قتلتش ضحى. ورحمة أبويا ما قتلت ضحى. أنا عارف. لا أنا مش بس عارف أنا متأكد. وإيه اللي مخليك متأكد أوي كده؟ حضرتك يمكن لسه ما تعرفنيش كويس. بس أنا يعني مش غبي. وبفهم في الناس. وحضرتك بني آدم محترم ومعدنك أصيل. وعمرك ما تعمل حاجة زي كده أبدا. بس اللي انا مش فاهمه لحد النهارده ليه وصمت نفسك بجريمه زي دي انت ما عملتهاش؟ هتيجي نرجع نقعد مع الناس حاضر. ما ينفعش تتجنن وتطلب مني اجيلك هنا تاني. النهاردة أمين سهران بيحتفل بكل ملهي في اللي حصل، بس ما ينفعش ده يبقى العادي. أنت لو ما كنتش عايزة تيجي ما كنتش جيتي. وأنا جايبك بالأمر. أنا خلاص ما بقاش لاقي أمر على أي حد. ومش فاضل لي غير شويتين اللي أسلم فيهم مهام الإدارة. وأرجع جوز الست. ده لو الست وافقت إن أنا أفضل جوزها. شفت عندك وجبروتك وصلوك لإيه؟ مش لو كنت سمعت كلامي من الأول ما كانش جرى اللي جرى. عرفت أنت جيتي ليه؟ جيت عشان تشمتي فيا. وعندك حق. خططتي ونفذتي ولعبتي لعبة حلوة وكسبتيها. برافو. أنت كنت عارفة من الأول إن الواد ده أخد ضحى مش كده؟ لا ما كنتش أعرف. ودي أول مرة أمين يخبي عليا حاجة فيها في حياته. فؤاد اللي طلع اسمه علي ده لا أنا بهدمه ولا هو بيهدمني. بيقف لي زي اللقمة في الزور. بس هو بقى بيلعب في دماغ أمين. هو اللي أخد منك الجواب لما أنت خدته مني يوم الولادة. وهو اللي وراه لمراتك. لو في حد خطر علينا فعلا يا مراد فهو علي.